اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي راح تشوفوها باسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من ذني الارقام. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب إن كان، تقدرون تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب للرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب الخضراء. تقدرون تدزون رسائل مكتوبة، أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة ونعرف منو الكتب ومن وين جتنا الرسالة. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف الانهيار الأمني وازدياد حالات القتل بالعراق. مصدر أمني أفاد عن مقتل شخص وإصابة اثنين نتيجة مشاجرة. هاي المشاجرة تطورت وصارت عراك بالأسلحة الرشاشة، وين؟ بمنطقة بغداد الجديدة شرق العاصمة العراقية الحبيبة بغداد. وقال المصدر الأمني أنه أكو مسلحين فتحوا النيران مال أسلحتهم على مدني بسبب مشاجرة ويا أسفرت عن مقتلة على الفور، وأن الشجار كان بسبب خلاف على جباية عقار بين مجموعة من الأشخاص، فالخلاف أدى إلى هذه الحالة. جباية عقار كإيجار كرسوم كضريبة أدت إلى مقتل شخص. تلاحظون روح الإنسان اليوم بالعراق عبارة عن شيء بسيط. شنو يعني صار خلاف بيناتهم؟ شنو المشكلة اللي صارت لدرجة أنه أدت إلى مقتله؟ شنو اللي صاير بحيث صار اللي صار؟ هذا اليوم بده يصير بالعراق. تعالوا، هاي بغداد وراح نبقى ببغداد. الانهيار الأمني والانفلات مو طبيعي. هنا عندنا اطلاق نار كثيف بمدينه الصدر بوسط بغداد. ليش؟ انقتل شاب اسمه السجاد الدلفي. شلون انقتل؟ طعنا بسكين. على يد من انقتل؟ على يد صديقه. ليش قتله؟ ليش طعنه؟ لانه اختلفوا بسبب كره قدم. نادي شجع مباراة لعبة. تخيلوا الحال اليوم بالعراق لوين وصل. تعالوا نشوف. بسبب مباراة، بسبب كرة قدم، بسبب نادي، بسبب تشجيع، بسبب أي سبب
يعني شنو اللي خلي صديقة عن صديقة على مود هيك خلاف بسيط؟ لا هو كثار، لا اللي متعدي عليك، لا اللي ضربك، لا اللي هانك قدام العالم، وحتى لو ضربك وحتى لو هاينك، مفروض هذا صديقك. هاي الحال اليوم بالعراق. نبقى ببغداد، عندنا مصدر أمني الأخ أفاد أنه أكو إطلاق نار، تبادل إطلاق النار اليوم صار بين عدد من الأشخاص وقدام المارة، وين؟ بشارع الدراجات بسوق مريدي بمدينة الصدر أيضا، واللي أسفر عن مقتل أحد الأشخاص في مدينة الصدر اليوم. يقول المصدر الأمني أنه المجموعة الثانية انهزمت ورا ما سرقوا عجلة مدنية والسلاح، يعني المجموعة اللي تعاركوا هم بايقين سلاح وباقوا سيارة وانهزموا بحسب المعلومات الأولية، وأنه المقتول أو المغدور هو من أقرباء القاتل، باعوا ليا درجة احنا واصلين. ويقول المصدر أنه الجاني القاتل يشتغل منتسب بحماية المنشآت، وأنه المواجهة بيناتهم بلشت بسبب خلاف على محل بيع ملابس. تعالوا نشوف. وين هو وين؟ ورا السيارة. ما شاء الله. دا تلاحظون الحال اليوم اللي موجود بالعراق، دا تلاحظون البلاوي اللي دا تصير بالبلد، دا تلاحظون المشاكل اللي دا تصير بالبلد. واحد كاتل له واحد، او مجموعه كاتلين لهم واحد، ليش؟ لانه مختلفين على جبايه عقار. الثاني سوى مشكله وكاتل له واحد بسبب خلاف على مباراه كره قدم، ما ادري نادي كره قدم، ما تعرف. الثالث مختلفين على محل مال الملابس، وهذا هيات انكتل بنص الشارع. ما تعرف اليوم بالعراق الأمن المن. هذا كله دا يصير، قوات الأمنية وين؟ سؤال يطرح نفسه، القوات الأمنية وين؟ قوات الشرطة وين؟ قوات مكافحة الشغب وين؟ قوات التدخل البطيء وين؟ نعم هي البطيء، لأن لو السريع كان جوي. بعد الشرطة الاتحادية وين؟ الحشد وين؟ دولة اللي دا يصير بالعراق اليوم، وينهم الشرطة؟ شو الشرطة نشوفهم بالتظاهرات، نشوفهم على المهندسين، على المهندسات، على الخريجين، على الأساتذة، على المحاضرين، نشوفهم بأعداد هائلة هم والدروع مالتهم، ويضربون بالخريجين ويضربون بشكل واحد يقول لك أريد تعيين. بس ذولا اللي شايلين سلاح، واكو ارواح دا تزهق دا تروح. هاي هسه ثلاثة بهالحلقة عدا الاصابات. شنو الدرد؟ الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود يانا من حسام كريم. الحكومة وين الداخلية؟ وين يومية هاي المشاهد صارت عادية؟ وحسين الشيخ ابو ايهم، هذا السلاح المنفلت اللي بيد الناس، وين الدولة؟ وين دورها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وعقيل الجعيفري يقول كل محافظات العراق تشهد انفلات أمني، واضح. ونذير الفريجي يقول معقولة هاي الفترة ما أجت شرطة، ولو هي تايها ظالة بيد العصابات والميليشيات.
وهذا كان يعني هاي تعليقات الناس على هاي القضية، هي قضية الانفلات الأمني اللي دا يشهد العراق بسبب عدم وجود قانون، بسبب عدم وجود سيادة، بسبب عدم وجود قوات أمنية تتبع وزارة الداخلية تعمل على حفظ أمن المواطن، بسبب عدم وجود شرطة أو منتسبين بالداخلية يعملون من أجل مكافحة الجريمة، بسبب أنه اليوم العراق تايه. أكو بي ناس تقول إحنا سياسيين، وأكو ناس تسمي نفسها حكومة، وأكو ناس يسمون نفسهم برلمانيين ولجانهم و و و بالانتخابات نشوفهم وتصريحاتهم الرنانة، لكن على أرض الواقع نشوف هذا الحال. نطلع من الانفلات الأمني نروح إلى قضية اتكلمنا عنها كثيرا، وهي قضية المعتمرين العراقيين اللي ما يعرفون مصيرهم وين، عالقين بمكة المكرمة. أحدهم اليوم يتحدث عن معاناتهم لأنه أن هم دا يتواصلون ويا هيئة الحج والعمرة حتى يطالبوهم بتوفير رحلات على متن الخطوط الجوية العراقية، لكن هيئة الحج والعمرة تنصلت عن مسؤولياتها. بالمقابل تم الاتصال على الخطوط الجوية العراقية لمعرفة الخلل في عدم وجود رحلات لهم، أبلغوهم أنه أكو رحلات متوفرة لهم، واتهمت الخطوط صاحب الحملة اللي هو الحملة دار أنه ما حجز لهم مواعيد عودتهم، على الرغم أنه صاحب الحملة أبلغهم أنه هو دا يحاول يحجز مواعيد العودة، لكن الخطوط العراقية تلغي هاي الحجوزات. خلونا نسمع معاناة أحد المعتمرين العالقين في مكة. العمرة أقول لهم يا با أنا طيران عراقي ماكو، وجاي أخابر خطوط الجوية العراقية اتصل عليها اتصال مباشر يقولون يا بعدنا احنا طيران موجود بس أبو الحملة مالتكم ما جاي أحجز. خابر أبو الحملة يقول لك أنا جاي أحجز والخطوط جاي تكنسل، تمام. تخابر أبو هيئة الحج يقول لك مو يمنى سدفتيم، يعني ماكو واحد شريف نظيف يحس بهاي العالم المشمورة هنانا اللي اجت على نيتها. ما عندكم طيران ماكو مشكله، بلغوا العالم عمي ترى طيران تروح ما معلوم شو وقت ترجع. شنو ذنب الموظف هسه اللي يتعاقب؟ شنو ذنب الكاسي؟ شنو ذنب اللي عايف عائلته وجاي؟ احنا هاي 160 نفر قاعدين هسه حاليا طيران ماكو والله ليش. هذا حال المعتمرين العراقيين اللي دائما أو من فترة بسبب إلغاء خطوط فلاي بغداد أو رحلات فلاي بغداد اضطروا أن يحجزون بالمملكة العربية السعودية بوقت من المفترض على الحكومة أنه ما تعوفهم، مفروض هم راجعين من زمان طابين بيوتهم ومرتاحين، لكن الحكومة العراقية ما دايرة بال، وصاير المعتمر هو اللي دايخ، هو اللي دور، هو اللي يركض يا بان لغت رحلتي تعالوا اعطوني حل. زين هذا اللي عايش هناك واللي صار له أكثر من شهر شلون يدبر نفسه؟ زين المملكة العربية السعودية راح تعطيهم إقامة مثلا؟ هي إقامتهم إقامة عمرة لشقد؟ ما أكو بيها تبعات قانونية أخرى، تبعات على العراق وعلى العراقيين وعلى الحجاج العراقيين في موسم الحج القادم وعلى كافة المعتمرين العراقيين. حلوها كافعات. عندنا مسافرين محجوزين بطيارة تابعة للخطوط الجوية العراقية لمدة 3 ساعات هم قاعدين بالطيارة بمطار بغداد الدولي. يا بليش قاعدين بمطار بغداد الدولي؟ يا بنعتذر من عندكم بس مطار أربيل انغلق بسبب سوء الأحوال الجوية. زين الناس اللي قاعدة بالطيارة دا يتسألون يا با احنا ليش قاعدين بالطيارة؟ الطيارة راح تلغي ما تلغي؟ زين ليش ما دخلتونا للمطار ننتظر جوا بالصالات مال المطار؟ ليش حابسينه بهاي الطيارة؟ تعالوا نشوف. هاي المهزلة مال الخطوط الجوية العراقية صار لنا 3 ساعات عالقين بالطيارة، احنا الرحلة متوجهة من دبي إلى أربيل، ما نزلت بأربيل اضطرت أن تنزل ببغداد مطار بغداد،
ولكن صارنا 3 ساعات محجوزين بالطيارة، لا يفتحون الباب، لا ينزلونا ببغداد يخلونا نطلع ولا أي شيء، ويقول ننتظر يصير الجو زين على مود نطلع من بغداد إلى أربيل، وإذا ما صار الجو زين إحنا محجوزين بالطيارة. شنو مو بشر، إحنا هاي صارنا 3 ساعات داخل الطيارة محجوزين، ما يريدون يلحقونا خاطر الله. استلم. أنا أعرف أنه من الممكن أن مطارات تنغلق، بس ما صاير أنه مطار ينغلق ورا ما تطير الطيارة. سوء الأحوال الجوية قبل بليلة، بس هو طاير ما ينغلق زين، وصلتهم لبغداد وراها إيش قد يبقون بالطيارة؟ علما أنه هذا الفيديو لما شفناه ما عرفنا ذول إيش قد بقوا بالطيارة. الفيديو الحد اللي شفناهم محصورين بالطيارة لمدة 3 ساعات عدا مسافة الرحلة من مطار دبي إلى مطار بغداد. ذكرنا قبل شوية بقضية المعتمرين شركة فلاي بغداد سيئة الصيت، الشركة اللي تتبع عمار الحكيم، واللي دائما أكو فيديوهات تطلع عليها. هذا الفيديو اللي وراي من مسافر على متن خطوط شركة فلاي بغداد ينتقد وجبة الطعام المقدمة على إحدى رحلاته، ويظهر أنه الطعام معفن. تخيل الأكل اللي قدموا لك إياه بالطيارة معفن وريحته مبينة وعاطة أنه غير صالح للأكل. تعالوا نسمع. هذا طيران فلاي بغداد، ممكن أطلع القطعة خاف أحد يقول مو هي. هذا العشاء مالتهم والله العلي العظيم، قسما بالله بخيسه تكتل، يعني اللحم يمكن بايت صار اسبوع ريحته تكتل ما تنحمل. احنا مسافرين على فلاي بغداد وهذا الوجبه مال العشاء مالتهم، الله شاهد الله شاهد، اكل مين وكيل وحرامات واحد يجي على فلاي بغداد، يعني ما وصف لكم الريحه. من فتحت السندويجه من الجيس مالتها يعني ريحه فظيعه. العراق ابو الكرم، شركة يدفع لها فلوس ودولارات وتربح، وعمار الحكيم يربح، والطيارات مالتها تشتغل، بس لا الطيارة بيها صيانة، حمامات بيبانها مخلعة، الكراسي مالتها تعبانة، الأكل مالتها يا يجيهم جامد يا يجيهم شيء ما يستحق الفلوس اللي هم دافعيها، يا يجيهم عفن يا يجيهم ريحته تقتل. ولما نحكي يقول لك ليش تحكون على شركة فلاي بغداد وعلى عمار الحكيم؟ وواحدهم يطلع لي هو وعمامته، قال الله وقال الرسول. هيك ناس علقت، عقيل عباس يقول أنا سافرت على فلاي بغداد الخدمة والطعام كلها تعبانة. أرسلان الطائي، أفشل خطوط هي الجوية العراقية، مهزلة لأبعد الحدود. محمد قاسم، والله والدي صار لخمس أيام وماكو طيران. ونور العبيدي، مع الأسف وين الرقابة والسلامة الجوية؟ يعني المشكلة سلطة الطيران المدني مساءلة عن قوانين السلامة وعن أمان الطائرات وعن الخدمات المقدمة على الطائرات العراقية على كافة الخطوط. أما الناقل الجوي الحكومي الطائر الأخضر، هي الخطوط الجوية العراقية هي من المفترض أن تتبع إلى الدولة. يا ريت لو شوية يروحون إلى قطر ويشوفون قطر إيرويز، أو إلى الإمارات ويشوفون طيران الاتحاد، أو إلى السعودية ويشوفون طيران السعودية، أو المملكة الأردنية الهاشمية ويشوفون طيران عالية وشوية يغارون. يا ريت شوية يغارون، يشوفون شوية الخدمات وال رفاهية اللي موجودة بالطائرات، شوفون شنو اللي دا يقدموه، الأكل، الملبس، الاستقبال والسلام لما توصل الطيارة، النظافة، خلي يشوفوها شوية. محمد من أمريكا، حياك الله. سيد أحييك وحيي قناة الرافدين البطلة. حياك الله أخوي. الحادث البارحة ببغداد جديدة
حتى الشاكي قلت له دول تابعين للاحزاب دول اصابات الاحزاب للقدره تابعين للحشد وغير الحشد وهاي المشاجره بمدينه الفطل الثوره هاي كلهم هم تابعين للاحزاب هم بيناتهم الله جاي يسلط ناس سكت الناس حاشا لله الكتله والابريام 2007 ترى لحد الان ما حد ناسيه حد الان ترى ما عليها روسها العالم بدمغتها من قتل اخوه من قتل ابن عمه ترى حد الان ما حد ناسي قسما بالله ها كلها حابت العالم الكتلوه الله يسلط عليهم بيناتهم احزاب بين احزاب وشغله الخطوط الجويه هي ذول عصابه عمه جت تحكم العراق من عمار حكيم هذا مجرم وشيل ايدك ذول هم جايين تدمير العراق عمي شنو اكيد عمي يروحون فدوى القطر يروحون فدوى حشاك القندر القطر والسعوديه من على القطريين ما يوصلون هم ذول هم عمايمهم ذول الوطخين جاي يحكمون العراق جاوا جاوا على الدبابات الامريكيه ذول الحساله ذول هم تابعين ايران وغير ايران عمي ذول جايين يدمرون العراق بقبله بالشعب العراقي نايم نايم على بطنه ما ايش فيهم شعب العراق مخدرين ونايمين والله مع الاسف ملتهين يجيبون لهم غنم من استراليا كلها امراض وتكرم هوش يجيبون لهم العراقيين يبقون بيهم وساكتين الشعب العراقي مع الاسف تحياتي لكم قناه الرافدين عمري شكرا 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 لك اخ محمد نروح هسه الى قضيه الاستيلاء على اراضي الدوله وعلى المساحات الخضراء وعلى الاراضي بشكل عام احد الناشطين طالب الجهات المعنية أن تفصح عن الجهة أو الحزب اللي استولى على ساحة موجودة وراء الملعب الأولمبي بمحافظة ذيقار ويقول أنه ذولا سيجوا جدار أو سور داير مداير هاي الساحة على الرغم من أنه هاي الساحة هي بالتخطيط العمراني وتنظيم المدن مصنفة أنه هي خدمات ومن المحتمل أن تكون حديقة أو مستوصف صحي وأكد أنه الأهالي ملوا من كثرة الاستيلاء على المساحات الخضراء بداخل المناطق الشعبية تعالوا نشوف هذا الفيديو طبعا اليوم هاي المساحة اللي تقع خلف الملعب الأولمبي كلش خلف الأملاك اليوم هاي السيجة احنا نريد نعرفها مثلا هاي من تابعة منو اللي خداها يا مستثمر نعرف هي هاي المساحة بالتصميم القطاعي هي خدمات أو مستوصف أو مدرسة أو روضة بس اليوم تفاجئنا احنا الصراحة من شفنا هاي سيجوها زين ابدا اسال سؤال انا للبلديه وللمحافظه الجديده زين انتم ما تدرون بيها لا منو اللي سيجها هاي اما حديقه اما مدرسه اما مستوصف اما خدمات ليش احنا دائما المساحات اللي استراتيجيه واللي هي تقع بقلب المدينه يسيطرون عليها المتنفذين زين احنا اعضاء مجلس محافظه ولا محافظ ولا رئيس مجلس محافظه جايتكم للمحافظه شر لو خير للعالم يعني هاي بدايتها رجلكم خضرة المساحات وكل من راح ياخذ هذا اللي يسوي مجمع وهذا اللي يسوي مول وهذا اللي يسوي بنزين خانه وهذا اللي يسوي ملاعب ما جاي نعرف حتى هذا الملعب بالمناسبه اخذوه هسه احنا ما عندنا اعتراض على الملعب يجوز ما دافعين يجوز كذا بس انا اسال سؤال هاي المساحه اللي موجوده خلف الملعب الاولمبي منو اللي خذاها اداره البلديه تدري بهذا الشيء لا اعضاء مجلس محافظه قيم مقام يدرون بهذا الشيء فرساله خل توصل الى المعنيين هاي سيجوها وذني البيوت طبعا ضاع هسه احنا ما لنا علاقه بالبيوت بس اذا كانت بها خدمه للمواطنين احنا وياكم بس مال يجي مستثمر او متنفذ ياخذها هذا الشيء مرفوض هذا حال العراق هذا اللي دا يصير بالبلد هذا اللي دا يعيشون الناس احد الناشطين ايضا اشتكى من تغيير هوية المناطق لأنه استعرض خارطة التخطيط العمراني لمنطقة المنصورية بمدينة الناصرية بمحافظة ذيقار يقول أن القاع تم توثيقها بالأصل مساحة خضراء أو حديقة تدرج تحت تصنيف الخدمات لكن أكو جهات حولتها إلى قطع أراضي ووزعتها على مسؤولين متنفذين داخل البلدية تعالوا نشوف وإدارتها طبعا ما خلوا شبر بالمحافظة ما استولوا عليه تنظيم المدن والتخطيط العمراني هذول آفة الفساد اللي استولوا على المساحات الخضراء وكل شيء مدارس منشآت حكومية ما خلوا ترى الناصرية باكر عقبة يعني ما يجيني واحد قبابي يقول لي بيتك راح استثمار هاي الخريطة اللي عندي هاي الخريطة خريطة منطقة المنصورية هاي حديقة خضراء هذا متنفس المنطقة اللي متواجد به هذا المكان شوفوا هذا المكان حديقة خضراء
بالتعاون مع تنظيم الودن والمساحين والتخطيط العمراني حولوا جنس العقار اللي من صلاحيات رئيس الوزراء، تلاعبوا بجنس العقار وحولوا هاي المساحه الخضراء، شوفوا ذاك دقوا بيبتلوا، حولوا القطع اراضي للمتنفذين تابعين للبلديه. احنا وجهنا رساله وقدمنا دعاوي وشكاوي وعجزنا الحكومه المحليه السابقه حكومه محمد هادي، بس للاسف اعطونا اذن الطرشه. احنا اليوم حتى ما يقولون صوش لا نريد نلقى الحجه على الحكومه الحاليه المتمثله بمرتضى الابراهيمي. اليوم لكم نية جدية بالإصلاح الحقيقي وتخلصونا من آفات القطع الأراضي والمساطحات والاستثمارات، لأن هذا متنفس وحيد، هذا تصميم قطاعي خصصوه للمواطن مو المنافعكم الشخصية وتحولون لقطع أراضي. احنا نلقى حجة عليكم، سويتوا حيل وسويتوا رادع لهم على رأسي، ما سوينا لا أنتم شركاء من عندهم وحكومتكم كلها حكومة شريكة بالفساد وأنتم أصل فساد. حتى أنا خاف تقولون هاي مساحة خضراء اللي ما من حق أي واحد، لا رئيس جمهورية ولا برلمان ولا أي واحد من حقه. شوفوها هاي، شوفوها هاي حديقة خضراء، وهيا شوفوها حولوها قطع أراضي وقسم من عتل الموظفين البلدية، استغلوا نفوذهم وخذوا هاي القطع اللي من حق المنصورية. التصميم هذا التصميم القطاعي بيخلون بيه حدائق المفروض تتنفذ. تشوفون الدولة وين تصير؟ في كل بلدان العالم لما يوسعون مدينة أو يفكرون بتخطيط عمراني للمدينة، لازم من ضمن التخطيط العمراني ومن ضمن الـ 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 الشغل الهندسي بها أكو مساحات خضراء، أكو متنفس، أكو باركات، أكو ملاعب للأطفال، ملاعب للشباب، أكو أيضا مدارس، مستشفيات، مراكز صحية. ذني لازم من الخدمات الموجودة في بالتخطيط العمراني، حتى مركز الشرطة لازم موجود بالتخطيط العمراني، لازم. ليش؟ لأن يقول لك ذني الأساسيات. فالمساحة الخضراء ذني من الأساسيات، أولا لتلطيف الجو، جمالية أكثر ومتنفس للعوائل اللي موجودة بالمنطقة. أنتوا اليوم قضيتوا على كافة المساحات الخضراء اللي موجودة بالعراق، بالإضافة أنه أنتوا قضيتوا على الأحزمة الخضراء اللي موجودة داير مداير المدن العراقية. فصار عندنا العراق يكون واحد من أكثر 5 بلدان بالعالم المتأثرة بالتغير المناخي. ناس لما شافت هشام السومري علق يقول الناصرية تحولت إلى طابق ثاني بسبب الاستثمارات العشوائية والاستحواذ على المساحات الخضراء في مركز مدينة الناصرية وتغيير جنس الأرض من خضراء إلى عقار. وراسم كريم يجب أن تكون لنا وقفة جادة ضد تخطيط المدن والتنظيم العمراني. ومريم تقول الله ينتقم من أحزاب الخراب دمروا العراق. وسعد العتاب يقول ماكو استثمار صحيح وكل المساحات استولوا عليها بحجة الاستثمار. المشكلة اليوم أنه لما تقول هاي أرض خدمية أو مساحة خضراء للمنطقة أو أرض من المفترض أن تنبني عليها مدرسة أو مستوصف أو مستشفى أو مركز شرطة، ذني أراضي تابعة إلى الدولة. لما تكون مساحة خضراء هاي أرض تابعة إلى الدولة، حالها حال الوقف. أنا نسيت من ضمن التخطيط العمراني أيضا التخطيط لدور العبادة. دور العبادة، ما قلت لا جامع ولا حسينية ولا كنيسة، دور العبادة. فحالها حال الوقف، ما حد يقدر يتصرف بها. أما أنك تحول جنس أرض من خدمي إلى عقار، هاي كارثة، كارثة بكل معنى الكلمة. والمشكلة ما تعرف الخلل بوزير التخطيط، بوزير العدل، برئيس الوزراء، بالمحافظ، بمدير الطابو، ما تعرف وين الخلل. وزارة العمل، بما أننا نحكي على الوزارات، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أقرت أنه أعداد العاملين الأجانب اللي عندهم رخصة عمل بالعراق، إحنا دا نحكي عن الأعداد الرسمية، الغير رسمي خلوه على صفحة، تقريبا 100,000 عامل. والوزارة تقول إنه النسبة 50% من اليد العاملة الوطنية تقابلها نسبة تشغيل 50% من اليد العاملة الأجنبية. هذه بيا قانون ما أدري،
ما ادري بها قانون. قبل ما نكمل قانون العمالة، عبد الرزاق من باب حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ اسد، بالنسبة والله اخو واحد منين نعم يبدا بالحكي، منين ينتهي، منين السلاح المنفلت، من يعني المواطنين المستهترين، من العقار ومشاكله، يعني البلد جاي يمر بأزمة أخلاقية حقيقة. أحكي لك يعني مو يعني احنا دعنا عن لوم الدولة وهذا، لكنه اليوم المواطن العراقي يعني صراحة يعني احنا لومه، لأنه هالتصرفات هذه غير أخلاقية وغير يعني مسؤولة من القتل من الإرهاب. يا أخي مو بالعراق، لعد وين يكون العراق بالطيبة وبالغيرة وهي هذه التصرفات؟ ولو هو هذا يعني احنا نعيش بظل دولة الميليشيات والعصابات، هاي من النتائج اللي يعني نشوفها اللي نتألم يعني صراحة. نشوف بغداد الحرارة، بغداد العاصمة تتحول إلى قتل وإرهاب، وهو هذا سياسة كريف المدن أستاذ أثل. يعني للأسف الشديد احنا اليوم نشوف الوضع ببغداد، يعني بغداد هذه اللي يعني كان أي واحد من أبناء المحافظات إذا يضوج إذا يريد يغير جو يقول لك روح بغداد، لكن اليوم بغداد أصبحت غابة مال ميليشيات وعصابات وقتل وإرهاب. هذا يعني سبب غياب القانون وغياب الدولة. احنا اليوم ما عندنا دولة. مثل هذا الشخص اللي قتل واللي استخدم السلاح، هذا عدمه بنفس الساحة اللي قتل بها. يا اخي مو هذا جاي يشجع على الإرهاب على القتل، يعني التخويف إلى متى؟ إلى متى؟ يعني احنا اليوم عايشين بغابة، يعني ما عندنا لا قانون لا دولة لا سلطة. الى متى يبقى المواطن يعني مو هذا يشجع على الجريمه بالمستقبل؟ يا اخي للمستقبل للاجيال القادمه، هذه نشوف هيك حاله قتل واستهتار بالارواح زق الارواح، هذا راح يشجع على الجريمه اذا ماكو عقاب لها. يعني المفروض ذولا من استخدموا هاي الطريقه القتل بالساحات امام مرأى الناس امام عيون الناس. المفروض يعني المفروض من الجهات الامنيه، وانا اسال سؤال يا استاذ، وين الجهات الامنيه؟ وين الشرطه اللي اليوم يعني ما اعرف الاعداد الموظفين مالتهم بالالاف المؤلفه؟ يعني انا سمعت يعني من المواطنين يقولون يعني الجهات الامنيه شايف متواوع. يا اخي هذا ادري العتب على اليمن، اللوم المواطنين، اللوم الجندي، اللوم الوزير الداخليه هذا المدعبل اللي يطلع لي ويستعرض للبطولات، وهذا المفروض والله العظيم هذا ذكي الوزير الداخليه، هذا يتعاقب اول ما يتعاقب هو وزير الداخليه، هو المسؤول على الاجراءات، واللي المسؤول الاخر اللي الضابط اللي مسؤولين هذه المنطقه مال الثوره. يعني يا اخي الى متى هذا الاستهتار؟ هذا الى متى استخدام الخوف والرعب ضد الناس الابرياء؟ هذا قتل، هذا قتل. يعني جريمة والله يا أخي، لما واحد يعجز عن الكلام يا أستاذ. نعم، تحياتي لك. شكرا 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 لك أخ عبد الرزاق. نرجع إلى إقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه 50% من العمالة الأجنبية مقابلة 50% من العمالة العراقية. يعني تخيل إذا أكو 5 مليون شاب بالعراق تعينوا، لازم 5 مليون أجنبي إلزقي بقى الرقم شقيت. لكن حسب القانون، لجنة الخدمات النيابية أكدت بوقت سابق أنه قانون العمل العراقي يلزم بتشغيل العمالة المحلية بنسبة 80%. هذا الإلزام وإلى الأولوية بالمشاريع بداخل البلد، سواء مشاريع محلية أو أجنبية، استثمارات عراقية أو إيرانية باكستانية أمريكية صينية إنجليزية إيطالية، العراقي إلى أولوية حسب قانون العمل. هذا شنو هذا دا يحكي؟ دا يحكي بالقانون ما الدستور اليوم ما دا يكونون، دا نحكي بالواقع أنه الوزارة تقول 50% دا نحكي بالواقع. هسه الواقع يقول، واللي طلع لنا يا أحد المواطنين ورصد أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية اللي تشتغل وين؟ بمصفى الشعيب النفطي بمحافظة البصرة، وسأل
يا شبابنا العاطل عن العمل ليش ما تشغلوهم؟ مو هم أحق بخيرات بلدهم؟ مو هم المفروض يتنعمون بيها؟ ليش هم عاطلين عن العمل والأجنبي يشتغل؟ وين العراقيين اللي من المفترض أن هم دا يشتغلون وأكو نسبة 1:1 اللي هي 50% بالنسبة إلى العمل؟ تعالوا نشوف. وصفة الشعيبة العقد الياباني هسه خروج العمال للشغل، هاي العمال كلها أجانب، ماكو عراقي بيهم أبد. هاي منا كلها منا، هذا منا ومنا الهنود، ولكن كم ياباني؟ يابان وصين، ماكو عراقي أبد. هسه الساعة 5:35 عمال آلاف مؤلفة، لا واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مية ولا ميتين، آلاف مؤلفة يجرون. هاي شوف هاي خروجهم، يجرون من هاي الساعة، من الساعة 5 إلى حد الساعة 6:30 يلا يخلصون خروجهم من الكمات. يعني بيهم 15-20,000 العمال، ولا عراقي بيهم. ليش يعني؟ هاي العراقيين كلهم قاعدين ولا عراقي يشتغل. لو قاعدينها عمالي لو حصل علي 1,000 دينار وفلوس العراق هاي الأجانب للهندي للصيني للياباني، هاي شو حشيل بعد على المدراء؟ المدراء ماكو مدير عراقي أبد أبد، مدير عراقي ماكو، حتى المدراء مو عراقيين. بما انه اكو احياء صينيه ويابانيه وهنديه عندكم بالشعيبه، انا اعتب على الشركه المشغله لمصفى الشعيبه، من المفترض ان يبنوا لهم كامبات على الطراز الياباني، كامبات على الطراز الصيني، كامب التنين الصيني، وكامب الساموراي الياباني، وكامب رام مهلال رام والتاج محل الهندي، حتى على الاقل نكرمهم بعد بزياده. بلا زحمة عيد الألوان الهندي تسوي لهم يا أنتم على حسابكم مثلا، لو الأعياد الصينية زين هنا يشتغلون يقبضون راتبهم على السنة الصينية لو بالعراق مثلا. إلى متى؟ إلى متى السياسيين يظلون يضحكون على العراقيين وعلى الشعب بالتحديد؟ ناس لما شافت هذا الفيديو وقبل فيديوهات كثيرة تعلق على هذا الموضوع وعلقت على هذا، عقيل غانم الهلالي يقول الموضوع يم مكتب التشغيل المركزي بالبصرة، هاي الأجانب يشتغلون بالبصرة وإحنا قاعدين بحجة الخبرة والمهارات. مروان المهندس، كل هذا الهدف هو تدمير الشاب العراقي وزيادة البطالة حتى الناس تاكل ناس. وصالح زيارة يقول وضع قانون منع العمال الأجانب وخلي ابن البلد يشتغل. ومحمود علي، الوزارة ما تقدر تمنع هالشي باعتبار هاي العمالة تابعين لشركات، وهاي الشركات بيد روس كبار، لا تقدر تمنع هذا الشيء. أما بما يخص الخبرة يقدرون أيضا يحلوها. لما كان العراق في 60s و 70s القرن الماضي يدز وفود للخارج حتى يكتسبون خبرات أو يجيبون خبراء إلى العراق حتى يعلمون العمال، فمحلولة. قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين سلط الضوء على ذكرى ثورة 25 شباط اللي نشبت بأكثر من 52 مدينة ضد حكومة المالكي نتيجة انهيار الخدمات، تفشي الفساد، تردي الواقع الأمني بعموم محافظات العراق. لكن حكومة المالكي واجهتها بحديد ونار، وكانت ثورة 25 شباط هي الثورة اللي تمثل الجذوة الحقيقية اللي اتقدت بنفوس العراقيين ووحدتهم ضد حكومات الاحتلال ونهجها الطائفي. خلونا نشوف هذا الانفوغرافيك.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي على وسم نموت جوعا تنديدا بحرب التجويع اللي مارسها الكيان الصهيوني بحق سكان قطاع غزة المحاصرين في فلسطين، وأكدوا أن العالم اليوم دا يشهد كارثة بسبب هاي الحرب العبثية على قطاع غزة من قبل كيان غاصب ومحتل استخدم الجوع بها كسلاح بحرب مخالفة لكافة الأنظمة والقوانين الدولية. نموت جوعا، أنس الشريف على منصة أكس يقول: المجاعة في شمال غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وما زال العالم يتفرج علينا. آية تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، نتوجع ألف مرة لعجزنا. وأبو خديجة الأثري يقول: مع الأسف إخواننا في غزة يموتون جوعا لمنع إيصال الطعام إليهم لا للفقر، والمسلمون ينظرون إليهم وهم يموتون بالبطيء أو ببطء. وصلاح إسماعيل يقول: هاشتاغ نموت جوعا، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم أطعمهم وإسقهم وآمنهم، اللهم انتقم لهم عاجلا غير آجل. وكانت هاي التغريدات وغيرها على هاشتاغ نموت جوعا الذي تصدر اليوم منصة إكس للوقوف بوجه استخدام الجوع كأداة لقتل إخواننا في قطاع غزة المحاصر من قبل الكيان الصهيوني. مشاهدينا الكرام، كلنا قلبا وقالبا مع إخواننا في قطاع غزة، لا لشيء، أولا لبطولة أهل الأرض، وثانيا لبسالتهم، ثالثا لمعرفة أنهم أصحاب الحق. فمن وعد بالفور وعد من لا يملك لمن لا يستحق إلى يومنا هذا، أثبتوا الصهاينة أنهم لا يستحقون العيش بيننا، وأنهم جاءوا لا لشيء إلا لأخذ أرضنا، وحاربونا بكل شيء، بالمأكل والملبس والأرض وكل شيء. المشكلة اليوم أنه العرب في قمة ضعفهم، فلا مدافع عن غزة، لا يوجد صلاح الدين الأيوبي، ولا يوجد شخص آخر يحاول الدفاع عن قطاع غزة أو عن فلسطين. أما بما يخص العراق، مشاكل العراق هواية. إذا نريد نحكي بالطيران فمشاكل العراق سياسية، إذا نريد نحكي بالمعتمرين العالقين بالخارج بالسعودية مشاكل مالتهم سياسية، إذا نريد نحكي بانفلات الأمن فانفلات الأمن تلقي اللي عنده ظهر سياسيا ما حد يندق بي، واللي ما عنده هو المتأذي. وإذا نريد نحكي باستيلاء البعض على أراضي الدولة فإحنا نحكي عن مشاكل سياسية. وإذا حكينا عن اليد العاملة الأجنبية فهي بالتأكيد سياسية. اليوم مشاكل العراق وحدة، عندنا مشكلة وحدة وحيدة ما عندنا غيرها، سياسية. لأنه اليوم بهالبلد هذا ماكو واحد نقدر نقول عليه سياسي. اللي موجودين دولة كلهم مو سياسيين، اللي موجودين اليوم بالعراق يحكمون هم أغبياء السياسة، لأنهم ما يعرفون السياسة وما يعرفون قوانين السياسة ولا يعرفون شيء. هم يعرفون شغلة واحدة بس: السرقة، الفساد، النصب والاحتيال. فعلياً هم 56. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي غداً بإذن الله تعالى. في أمان الله.